تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر. غادي نمشيو اللحظه مباشره عند عتيقه حسني من ثلاث سيدي بالنور اللي مشاركه معنا اسبوع بالكامل. الو عتيقه. الو حبيبه سناء. لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. كبيره ومبروك عواشرك. الله يبارك فيك. عينا عليكم الصحه والسلامه ما شاء الله. تحيه كبيره بزاف لكم ليك والسامحه ولكل الاذاعيين والاذاعيات ديال اذاعه ميد راديو والتالق العطاء ان شاء الله. يا ربي امين ان شاء الله. واحد تحيه لكل الصديقات ديالي ديال خصوصا لا ديال البرنامج لاله مولاتي ولا ديال الفيسبوك. تبارك الله ما شاء الله راه كثير ما غاداش نقدر نذكرهم كاملين. غير بالخص كنذكر فاطمه من تازه وكنهنئها بزياد التوام ديالها. يا ربي كبروا في حضانها وكما بغاتهم ان شاء الله. يا ربي امين. أيه تبارك الله. زيد وزينب تربوا في خيرها ان شاء الله. وكذلك العقوبه لكل اللي كيتمناو ان شاء الله ذريه صالحه. تبارك الله. حتى انا يعني بدوري كنبغي نبارك الملكه يعني اختصاصيه في الطبخ والحلويات بنتها ساره ولدت وليد سلمان. تبارك الله عندها فهد وسلمان الله يخليهم ليها. فمبروك عليهم يعني المولود الجديد يتربى في خيركم ان شاء الله. وكذلك نباركوا مره اخرى لسعيده مسمره المولود حفيد تبارك الله. الحمد لله دوليدات ميدغاد دوليدات برنامج جلا مولاتي. بدنا كاملين هذا هادشي اللي كاين الحمد لله. ودابا بغيت نبدا اول حاجه تبارك الله انتم يا تيو المستمعات ما خليتوا لنا ما نقولوا في القريش لا المالحين ولا الحلوين. الله يبارك فيك. المناسبه ديال عاشوراء غير انا بغيت نشارك معكم حتى الشبس ديال الفواكه حتى هو فعلا حتى هو كيتقدم. اييه كنحتاجوا اول حاجه كنحتاجوا اي نوع ديال الفواكه عندنا يا بنان الزر التفاح المهم جميع انواع ديال الفواكه اللي عندنا. كناخذوها كنغسلوها وكنقشروها وكنديروا لها ديك اللي كتاكسد يعني كتاخذ لون كحل. كنديروا لها شويه ديال العصير ديال الحامض باش تبقى محافظه لنا في اللون ديالها. اييه ما تكحلش. كندوزو باش نوجدوا لها واحد السيرو. السيرو كنحتاجوا السيدات اي سيرو وكتصيبوا في الدار وكيفتق ليها. واخا. كنستعمل اي سيرو. انا السيرو اللي كندير في عندنا فيها تقريبا واحد 300 غرام ديال سنيده. مع واحد جوج كيسان ديال الماء. اييه. كنديروهم يتغلاو فوق البوطه حتى كيتغلاو ونحصلوا على سيرو خاطر كما العاده كيف كنوجدوا السيروات. هو مازال دافي شي شويه كنقطعوا مثلا عندنا التفاح والاجاص والبنان كنقطعوهم شرائح رقاق بحال الشكل ديال الشيبس. اييه. وكنغطسوهم في ذاك السيرو وكنهزوهم ونحفيوهم منه وكناخذوا واحد اللاطه وكنفرشوا فيها ورق ديال الزبده وكنفرشوا هاد الشرائح ديال التفاح وديال البنان وديال الاجاص. عندنا الفريز الخوخ اي حاجه اي حاجه عندنا من الفواكه نفس الطريقه كنديروا ليها. كناخذوا لاطه وكنديروا فيها الورق ديال الزبده وكنفرشوا فيها هاد الشرائح ديال الفواكه. كنسخنوا الفران مزيان كيسخن مزيان ومن بعد كنطفيو وكنديروا اللاطه في الفران وكنسدوا عليها. كنكرروا هذه العمليه حتى كنحصلوا على واحد الشيبس ديال الفواكه. يعني واش ثلاثه واش اربعه ديال الخضرات حصلت شيبس ديال الفواكه وهكا كنحتفظوا به الوليدات مدرسه البوت يعني شي حاجه طبيعيه ديال الدار. كيتقدم حتى مع الفاكهه الصراحه كيجي مزيان. وهو كيتباع يعني في الثمن يعني العبار قليل يعني ملي كتاخذيه يعني اللهم الواحد دابا تبارك الله الفواكه موجوده الحمد لله خيرات ربي. الواحد يحاول انه يوظفها هكا ويخليها كيف قلتي يخليها في قريعه هكا. حتى القشور ديال الليمون. اييه. حتى هما كنجيبوهم وكنقطعوهم بواحد طريقه اما طولي اما المهم الطريقه اللي او مكعبات صغيره. نفس الطريقه ديال هاد السيرو حنا صايبنا كنحتفظوا به الا القشور ديال الليمون. كنغليوهم شي ثلاثه ديال المرات باش يحيد ديك المروره ديالهم. ديال المروره ديالهم. نخليوهم حتى كيتسكروا من ذاك الماء اللي نشفوا من ذاك الماء اللي حنايا سلقناهم فيه ثلاثه ديال المرات ولا اربعه. وكنديروهم في هاد السيرو. ايه واخا. نفس الطريقه حتى همايا كنترشوهم في لاطه فواق ديال الزبده وكنبقاو ندخلهم للفران حتى كينشفوا. اما كنديروهم في الشكلاط على حساب الوليدات اما كنخليهم هكاك وكيتقدموا حتى هما مع الفاكهه راه كيجيو زوينين. الله يعطيك الصحه. ربي يخليك. هادو بالنسبه للفواكه المجففه. اييه تفضلي. دابا غادي ندوزو للنويعه ديال المربى غنعطي غير البعض منها ونكملو ان شاء الله. كيدخلوا فيه ان شاء الله. عندنا اول مربى عندنا المربى ديال الجزر. كنحتاج واحد كيلو ديال الخيزو
الا كان عندنا كيلو ديال الخبز وداك الكبير فحنايا كنحيدوا ليه القلب ديالو يعني كنحكوا غير من الفوق كان عندنا داك الصغير اللي كنا رقيقو حلو هذاك كنقبطوه وكنغسلوه وكنقشروه وكنحكوه في الحكاكه وكنزيدوا عليه كيلو ديال التانيلا وعصير ديال الليمونه كنحتفظوا به ليله كامله واخا مرقد ليله كامله ونغطيه ونخليه مرقد ليله كامله حتى كديك الثانيه كطلق داك الماء ديال من بعد عاد فاش كنشعلوا عليهم البوطه والتنسيق اما نكتفيو غير بالليمون اما كنزيدو كيس ديال الفان كنشعلوا عليهم البوطه كتكون عافيه مهيله وحنا كنطيبوا وهو كيطيب وحنا كنحركوا مره مره حتى كنحصلوا على مربى اما كنحتفظوا به بديك الطريقه اما كنطحنوا خلاط كهربائي وكنزيدوا ليه التنسيم اما الروش ديال المشماش اما قرعه ديال المربى صغير ديال المشماش على حسب باش نغطيو غير على المذاق باش الوليدات ديالنا ياكلوا فعلا اما هو راه كيجي رائع بلا ذاك المربى بلا الروش ديال المشماش كنزيدوا عليه اييه وهاد الاضافه اللي عطيتي هذه ديال المشماش كيجي بحال كونفيتور ديال المشماش دابا مزيان بالنسبه للوليدات غادي باش انه خيزو وهو يعني صحي عليه يعني يعني مزيان يعني مصايبين احنا في الدار عارفين شنو المكونات اللي فيها دابا غادي ندوزو المربى ديال الباربه اللي صراحه الله هذا المربى اللي بدلت يعني لقاو اقبال كبير الحمد لله بالنسبه للسيدات وداروهم بزاف وكنشكر كل وحده دارت وجربات وبعثت لي الصوره ديالها عندنا المربى ديال الباربه عندنا فيه كيلو ديال الباربه مغسول ومغسوله ومقشره ومحكوكه بنفس الطريقه كنزيدوا عليها نص كيلو ديال سنيده وكيس ديال الفاني حتى هي كنحتفظوا بها ليله كامله من بعد كنشعلوا عليها البوطه في عافيه مهيله وكنبقاو كنطيب وحنا كنحركوا حتى كتقل داك الخليط وكيولي فيه داك البري وجد عندنا المربى اما كنحتفظوا بنفس الطريقه كنحتفظوا بها هكاك اما كندوزوه في الخلاط الكهربائي يطحن والتنسيم اما كنزيدوا الروح ديال الفراوله يعني الفريز او لا قرعه صغيره ديال المربى ديال الفريز وباش اضافه باش الوليدات ديالنا يقبلوا عليه اكثر انني مثلا القراعي ديال المربى اللي كنجيبوا ديال المشماش ولا ديال الفريز اللي تيخوا وكنحتفظوا بهم ملي كنصيبوا هذا المربى كنعمروا كل اللون في القرعه اللي تيناسبوا كنحطوه في الثلاجه ما غيكليش كيعرفوا هما اصلا واش هو ديال شي حاجه ديال الخضره فعلا هذه الطريقه الله يعطيك الصحه يعني في الزوج المربى ايوا دابا نخلي بعض ديال المربيات الغدا وندوز نعطي واحد لي مادلين اللي كيف كيجيو معاه هذا المربى واخا الا سمحتي عتيقه عطينا اقتراح واحد ونكملوا غدا ان شاء الله الا سمحتي واخا نعطيك واحد المادلين المادلين يلاه مزيان باش بالنسبه لاي الامهات اللي بغاو يصيبوهم لوليداتهم واخا عندنا فيها اربعه ديال البيضات كاس ونص ديال السنيده كاس ديال الحليب نص كاس ديال الزبده مذوبه نص كاس ديال الزيت ثلاثه ديال الخمارات كيس ديال الفاني كنخدموا كيس ديال الفاني مع كاس ونص ديال السنيده مع اربعه ديال البيضات مزيان كنضيفوا لهم كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت كنخلطوهم مزيان وكنجيبوا الكويخطات الخاصين بالمادلين كنسرحوهم اما في المول خاص بالمادلين ولا في الطريقه اللي عطاتنا الاستاذه حافظه زمراني الطريقه اللي كنجيبوا دوك الحكوك ديال الطون يعني ما كنرميوهمش ملي كيفرغوا كنبقاوهم نحتفظوا بهم الكويخطات ديال الحلوى باش كيوقفوا باش كيبقاو محافظين على الشكل باش المادلين كتجي واقفه يعني من الشكل ديالها ما تخسرش منها تدخل الفراغ كنوزعوا مثلا كنديروا معلقه معلقه ديال الخليط في الكويخطات وكنجيبوا المربى اللي حنا بغينا اما ديال الجزر اما ديال الباربه كنديروا معلقه صغيره كنوزعوا حتى هما في الكويخطات ديال المادلين من بعد هذا فاش كنكملوا يعني بالعجين اللي بقى ونديروا بحساب ان ملي غتدخل الفران غتنفخ يعني دائما نقل من النص اللي كنديروا في الكويخطات ديال المادلين وكنرشوهم برقائق ديال اللوز اولا كنخليهم هكاك وكندخلوهم للفران يطيبوا وكنخرجوهم بالصحه والراحه يعني كتبقى شي حاجه طبيعيه طيبناها في الدار ونحتفظوا بها وهذا اللي كتخرج واحد الكميه مهمه يعني نكون نحتفظوا بها في المجمد وكنبقاو نعطيو منها للوليدات سواء الكوتي ولا يدوها من المدرسه فعلا
ودابا تبارك الله غادي مادلين وليتيك راه غدا ان شاء الله. اي غادي نكملوا معاك ان شاء الله غدا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك عتيقه حسني مثل السيدي بنور. مشكوره جدا على كل هاد الاقتراحات، يعني كيف ما عودتنا دائما حويجات اللي هما ساهلين وبساط ومصيبين في الدار. نتمنى تجربوا هاد الاقتراحات، يعني سواء الفواكه المجففه اللي قدمت لنا، يعني تبارك الله كاين فواكه كثيره ممكن اننا نديروها بهذه الطريقه. هاد الفواكه المجففه يعني كتباع، ويعني هي صرا كتقدم مع يعني طبق ديال الفاكهه بالنسبه للعاشوره او في كثير من المناسبات. بالنسبه للكونفيتور يعني المربى ديال الخيزو ديال البربه، من الافضل اننا نصيبهم ونعطيوهم وليداتنا ونزيدوا يعني اضافات ومنكهات باش يقبلوهم الوليدات. وبالنسبه لمادلين فهما يعني كيخرجوا كميه ممكن ان نبقاو نصيبوهم دائما.